السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم الشباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة عندنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن موقع الاستثمار. طبعا الموقع ده شباب يعني موقع صادق جدا، موقع صفر يوم، اللي مسجلين فيه بس 112، الاونلاين فيه 9، فالمستحيل موقع يكون نصاب. يعني ده في احلامك، الموقع لسه فاتح النهاردة اصلا، يعني ده انت لو قلت عليه نصاب تبقى يعني تمام. فالزارو 38، اخر سحب كان 0.60، واخر ديبوزيت او ايداع كان 2 دولار. اسم ده يعني تمام، دي الخطط بتاعته، 12% ل10 ساعات، يعني 120% تبدأ من 2 دولار، دي بتبدأ من 5 دولار زي ما انتوا شايفين، يعني 150% بعد يوم واحد. دي بتبدأ من 50 دولار 15%، يعني 150 في 10 ساعات. هنا بتبدأ من 100 دولار بس هتاخد 200% في 10 ساعات بس. الموقع صادق يعني، بصوا انا اضمن لكم الموقع لمده يومين، بعد كده ما اضمنوش. بس طبعا اي حد يعني بيسجل في الموقع بيسجل على مسؤوليته الخاصه، لان الموقع ممكن يصف في يوم، في ثانيه، في دقيقه، لكن هو صفر يوم. فانا بديك تجربتي للموقع وايداعي تمام. هنعمل ريجستر، بيدينك الاسم والباسورد، وبتدخل باسورد ومثلا كده 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 مثلا، وبتدخل يعني هنا منفصل البيرفكت ماني والبير، وبتدوس هنا وبتدوس ريجستر. طبعا انا عندي حساب في الموقع فعلى طول هخش كده، انا مسجله تمام. ده الموقع، دي واجهة الموقع، توتال بالانس معايا صفر دلوقتي، لسه ما عملتش ايداع. يعني انا ان شاء الله لو خدت منه البونص هعمل فيه ايداع. تمام يا شباب، يعني قبل ما تاخدوا اي حاجه، لو عندكم قناه على اليوتيوب كلموهم قولوا لهم انا عايز بونص وتعمل لهم الفيديو. لو ادوكوا البونص ده معناه ان الموقع يعني مش هينصب دلوقتي، لانك هو بيدي بونص لسه وكده، فانت تقدر تعمل ايداع بالبونص اللي ادوهم لك عشان ما تخسرش فلوسك. ثم انا طبعا يعني عملت ايداع كل فلوسي في الموقع ده، الموقع ده حلو جدا. انا لسه طبعا يعني انا اول ما بجيب 10 دولار بسحبهم على طول على فودافون كاش. طبعا ان شاء الله يعني قريب هقول لكم على الموقع اللي بيدي يعني بيسحب من باقي فودافون كاش او باي بال او كده تمام. عشان نعمل هنا ديبوزيت بنختار الخطه مثلا، يعني هنا برضو بيحسب لك، يعني مثلا لو هنا وهتعمل 2 دولار تمام لحد يوم 30 هيجي لك 2 دولار و4 كل 10 ساعات، يعني اليوم اللي بعديه كده، ف يعني 2 دولار و4، وبعدين هتعمل 2 دولار و4 سنت وتعمل كده هيبقى 2 دولار و8، تمام. فيعني هو سهل جدا، وطبعا يعني في خطط كتير عندك اهي، تقدر على حسب فلوسك يعني. وطبعا في بالميرفكت ماني والبيتكوين والبير تمام. هنا الويز درو، لو عايز تسحب مثلا بيتدخل البالانس. طبعا هنا بيقول لك يو هاف نو فانز، يعني انت معكش اي حاجه تسحب اصلا. ديبوزيت ليست، هنا يعني الحاجات اللي انت عامل لها ايداع او انت اودعتها. هنا ديبوزيت هيستوري، يعني انت اودعت امتى وكده. هنا الويز درو، انت سحبت ايه وايه. انت هنا الفلوس اللي بتدخل لك في الحساب، يعني انت جالك مثلا من الديبوزيت، جالك من الريفرال. طبعا ان شاء الله يعني هتلاقوا رابط الموقع في الوصف. هنا الريفرال لينك، يعني بيقول لك طبعا ده الريفرال لينك، بس دي على شكل بانرات. لو انت عايز تجيب الريفرال لينك بتاعك او رابط الحالة اهو تمام. الاكونت سيتنجز، لو انت عايز تحط مثلا محفظة البير او البيتكوين او كده، هنا البير وهنا البيك في ماني زي ما انت شايف. الباسورد، وبتكتب هنا الباسورد وعكس الباسورد، وبتكتب الحاجة وبتعمل تشين الاكونت داتا. فالموقع سهل جدا يعني، ولو خدت منه البونص هنزل لكم الايداع فيه ان شاء الله. فيعني ده كان فيديو الموقع صادق، ومع السلامة.